السلام عليكم إخوان متبعين صفحة الأحفر معطي ضد رموز الفساد. اليوم غادي نطرق لكم بعض المواضيع إن شاء الله اللي هي حساسة. الناس اللي هدمت في أحفر معطي وحيدات القصدير، ربي كياخد فيكم الحق. أنتم دابا غتوليو تشريو النمرة برزقكم، الله ربي كياخد فيكم الحق. خليكم علاش كنا كنهضرو كاع، علاش كنا كنغوتو، وخليكم ربي كياخد فيكم الحق. بغيتو انا يديو ليكم البوقع، يديو ليكم النوامر ان شاء الله. المهم اليوم غنطرقوا لبعض المواضيع. احفر معطي انتم كتشوفوا راه دموها وخلاوها، راه العامر ارتكب اكبر جريمه في مدينه الخميسات ومشى خلاها كيف حالها وكدايا. قالوا لنا 23 من الشركه، ما كاين لا شركات لا تلعبه. انتم كتشوفوا كيستروا الجرائم اللي داروا في مدينه الخميسات وبحي احفر معطي، يعني المبادره التنميه البشريه من هما التسقيه اللي كتشوفوا فيها اللي ما استفد منها حتى شي واحد من الحي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العام هذا راه جا خربنا، الله ياخذ فيه الحق. هذا العام القرطاج جا بغى يدي الثروه من هذه الخميسات، هذه بانت ليه كامله كبيره في هذه الخميسات، راه الله ياخذ فيه الحق. كيقول لهم عطوا 170 الف ريال، قولوا لهم عطوكم 170 الف ريال، عطوهم التسليم بلا شركه بلا والو. يعني هذا الشيء شنو؟ شي شنو صاحب الجلاله؟ راه عينا صاحب الجلاله ما نسنجو بك ونغوتو لك صاحب الجلاله. هاد الناس هادو راه قهرونا، هاد الناس هادو صاحب الجلاله راه مافيا، مافيا اللوبي العقار مساهمين معاها صاحب الجلاله. راه يعني راه هضمونا، هجرونا، والدينا مهجرين، حنا مهجرين، خوتنا مهجرين. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. راه بغاو يكرهونا في هاد البلاد هادي، راه ما بقالنا غنطلبوا اللجوء الانساني يمشيو بحالنا، راه ما بقالنا غنديروا اللجوء الانساني صافي، ما بقالنا نكتبوه ونطلبوه. راه من لا سكن له لا وطن له، راه هادشي بزاف علينا. وتحياتي للناس الشرفاء ديال هاد البلاد واللي كتهزهم الغيره على هاد البلاد، واخا راه ما كاينينش الناس اللي كتهزهم الغيره على مدينه خميسات. مدينه خميسات كما كنقول لكم ديما مدينه منكوبه، مدينه يتيمه الاب والام اللي ما لقاتش اللي كيدوي عليها كاع. الناس ديالها مساكين عافطين عليهم، ولكن خليهم، كاينين شي وحدين اللي تيستاهلوا، كاينين شي وحدين اللي حيدوا القزادر وهدموا، حتى شي واحد ما هدم ليهم، راه هما اللي حيدوا القزادر وهدموا. خليهم ربي كياخذ فيهم الحق، راه ربي كبير كياخذ فيهم الحق. خليهم، انا راه بغيت لكم اكثر من هكا، ماشي غير 3 المليون بغيتكم تعطيو دابا ولا 4 المليون، وبغيتكم تشردوا كما تشردنا حنا. خليكم يلا دابا انتم كتسمعوا، اللي عنده 50 ما غيستافدش، اللي عنده 60 ما عندوش البقعه. ارفد يلا هز هز زيد وزيد هز. وان شاء الله اليوم غادي نطرق لكم واحد الموضوع اللي هو حساس هاد الايامات هادي، وداير في العالم كامل، ماشي الموضوع ديال ماكرو. الله ينعلو، الله ياخذ فيه الحق، الله يعطيه شي مصيبه اللي جا كيهضر على الرسول عليه الصلاه والسلام. راه بزاف عليك وبزاف عليك الوحشه الخنزير، الله يعطيك شي مصيبه. السلام عليكم الاخ خالد. السلام عليكم. كما كتشوفوا قالوا لنا كورونا، ها حنا دايرين الكمامه، ولكن اليوم غادي نهضر بدون كمامه على النبي صلى الله عليه وسلم، خير المرسلين وخاتم الانبياء والرسل، وكلهم انبياء عند الله، وكلنا نؤمن بعيسى وموسى واي نبي حنا كنحبوه. هادشي اللي قال لنا الله ديالنا والدين ديالنا، ولكن هاد الناس هادو فاش كيسيئوا للرسول ديالنا كنقول لهم راه ماشي دابا الفرنسيين هما اللي سيئين للرسول ديالنا. انا كنقول من هاد المنبر، كنقول لدوك الفرنسيين يخرجوا بمظاهرات، حنا ما عمرنا سئنا لكم النبي ديالكم، ولا سئنا لكم الانجيل ولا التوراه ولا شي حاجه في اليهوديه ولا شي حاجه. حنا كل الديانات كما قال الله تعالى